سيد أبو علي، سيادة السفيرة، سيادتي وسيادتي، السلام عليكم وعشاكم لباس. أريد تعبير عن شكري الخالص على الدعوة الكريمة للحضور هذا الندوة المهم، ويشرفني ألقى بعض الكلمات. يمكنكم أن تسألوا لماذا أنا كرجل أهتم بقضايا تشجيع رائدات الأعمال. الجواب هو بسيط وواضح، لأن المرأة جزءاً لا تنفصل من كيان المجتمع.